Oh.
Yeah.
الشعب يريد تجريم التطبيع، 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 الشعب يريد فرسان النضال، بنات وأبناء الشعب، مرحبا بكم مرة أخرى في ساحة النضال، ساحة محمد علي. رغم حرارة النفس، رغم حرارة النفس، أن المناضلات والمناضلين دائما في الموعد من أجل القضايا التحرر والقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية العادلة، الأم، بوابة السلام، القضية الفلسطينية.